الطفيلة ومراسل المملكة من هناك ليث السوالقة. أهلا بك ليث، حدثنا عن أبرز ما رصدته من ملاحظات والحالة الجوية من لديك، كيف تبدو؟ نعم أريج، بداية أنا متواجد في منطقة غابة الشيخ جازي أو منطقة تسمى رواس ومنطقة الرشادية. هذه المنطقة اللي ذكرنا مسبقا أنها ترتفع عن سطح البحر ما يقارب 1650 متر. تساقط أو تراكم الثلوج توقف ما قبل ساعة إلى ساعة ونصف من هذه اللحظة. هنالك تراكمات للثلوج تبلغ ما يقارب حوالي 3 سنتي تراكمات في الثلوج في هذه المنطقة بالذات. المناطق الأخرى مثل القادسية وأيضا منطقة بصيرة، المرتفعات الجبلية الجنوبية من المحافظة شهدت تراكم للثلوج ولكن بنسب متفاوتة عن النسبة الموجودة الآن في منطقة الرشادية. ما لاحظناه من ملاحظات، يعني كان هنالك فرق العمل من مديرية أشغال الطفيلة وأيضا بلدية القادسية ومجلس الخدمات المشتركة في المحافظة، الآليات المتواجدة في هذه المنطقة يعني كانوا لحظة بلحظة يقومون على فتح الطرقات، خاصة الطرقات التي تم إغلاقها أو أغلقت بسبب تراكم الثلوج عليها وتم فتحها من جديد. صراحة الطرق خاصة الطرق المؤدية إلى منطقة القادسية وأيضا منطقة بصيرة ومنطقة الرشادية الموجود فيها الآن هي طرق سالكة ولكن بحظر شديد أريج بسبب الانجماد الذي حصل قبل قليل على هذه الطرق بسبب البرودة القارصة في هذا المكان وعدم تساقط الثلوج في غاية هذه اللحظة. مثل ما حكيت لك الثلوج توقفت ما قبل ساعة أو ساعة ونصف. كان هنالك تعاون من قبل غرف العمليات في المحافظة وأيضا محافظة طفيلة وأيضا الدفاع المدني، حيث تعاملت فرق الدفاع المدني مع أكثر من 20 شخص تم محاصرتهم في هذه المناطق وتم التعامل معهم وأيضا إرسالهم إلى منازلهم بالشكل الآمن. أيضا تم إسعاف ما يقارب 6 أشخاص أو 6 مواطنين في هذه المنطقة، والعديد من الذين احتجزهم الثلج في منطقة الرشادية وأيضا منطقة بصيرة أريج تم التعامل معهم وإرسالهم إلى منازلهم. بالعموم أجواء باردة جدا وثلوج توقفت إلى غاية اللحظة. التوقعات بأن يتم فجر صباح الغد أن يكون هنالك تساقط كثيف للثلوج في هذه المنطقة والمرتفعات الجبلية من المحافظة، ولكن إلى غاية اللحظة هذا هو عموم ملاحظاتنا ما يتعلق بحالة الطقس في هذه المناطق. وبالتالي من هذا المكان نتمنى لك السلامة ليث السوالقة، مراسل المملكة من الطفيلة، شكرا جزيلا لك.